عن السوبر المصري ان شاء الله في الامارات خلاص خلال ايام. مين موجود في اتحاد الكره ومين المفروض هتسافر كبعثه او رئيس بعثه من اتحاد الكره، او مش رئيس بعثه عفوا، مين من اعضاء اتحاد الكره؟ عشان سمعت ان في 4 اعتذروا عن السفر لهذه المواجهه. انا معتذر عن السفر، ممكن في 3 اعضاء تانيين برضه معتذرين. المجلس هيبقى موجود، و يعني مجلس الاداره مش لازم يبقى كلهم موجودين يعني في المباراه. يعني في رئيس الاتحاد انه يسلم الكاس للفائز، وانما الموضوع مش مريح ان يبقى كل المجلس طبعا يبقى موجود، ان في اعمال تانية هنا في مصر لازم الناس تباشرها. الموضوع مش هام يعني ان كل المجلس يعني يسافر. ولا عدد الدعوات قليله يا فندم؟ لا، مجلس الاداره ليه كل الدعوات. المجلس كله يعني الشركه الرايه محضره للمجلس الاداره كله، العدد كله يعني اجمالي بالمدير التنفيذي بكله. انما في ناس عندها ارتباطات هنا وفي مقابلات، فمش لازم كله يسافر. ماتش السوبر هيبقى طاقم تحكيم مصري ولا اجنبي؟ لا اجنبي ان شاء الله. اجنبي محسوم، عشان كان في كلام ان هو ممكن يبقى مصري. المهم محسوم. طيب